الماسك ده تحفة، انا كنت مجرباه قبل كده زمان بس قلت اشتري شوكولاتة جديدة بقى واقول لكم انا عاملة ازاي. الماسك ده حلو جدا، بيرطب البشرة جدا. الماسك ده خصوصا للبشرة الشديدة الجفاف والجافة. ده هعمله قدامكم، ده بيتعمل تسيح شوكولاتة فقط لا غير. بس حابة اقول لكم على مرطبات تقدري تستخدميها بالليل، بجد جميلة جدا، احلى كمان من الكريمات، واحلى ما انت تحطيها الصبح وتبقي حاسة ان وشك مش عاجبك. عندك اول مرطب هو مرطب جريسلين، اللي بالجريسلين دوت جميل جدا ان انت تستخدميه ككريم مرطب بالليل، بيرطب البشرة وتقدري تقومي من النوم تقدري تغسلي وشك حلو قوي، لان قبل ما تنامي تحطي كانك بتعملي قناع تقدري تنامي بيه، حلو جميل وبيرطب البشرة. عندك برضو حاجة لو ما عندكيش الجريسلين متوفر، طبعا لو عندك حد من الاطفال او زيد الاطفال او عندك حساسية في بشرتك او بشرتك جافة جدا شديدة الجفاف وحساسية، استخدمي منتجات جونسون في الزيوت بالذات. عندك جونسون ده بالصبار، ممكن تستخدمي باللافندا، ممكن تستخدمي اي زيت انت عايزاه، يعني مش شرط بالصبار، بس انا بحب الصبار عشان الصبار بيبقى حلو للبشره وفيه مواد اكسده وكده. الزيت ده برضو بيستخدم كمرطب بالليل قبل ما تنامي، حلو جدا. وطبعا حاجه متوفره عند البيوت كلها وهي زيت الزيتون. زيت الزيتون هو مرطب رائع جدا للبشره، بس انا ما برجحوش، انا عن نفسي ما بحبوش على وشي يعني، بس ساعات بعمله بماسكات وكده بيبقى حلو. ونصيحتي ليكو الميه، طول ما انت قاعدة اشربي مية. المية بالذات للبشرة الجافة شديدة الجفاف، الدهنية غير الدهنية، لجميع انواع البشرة، للناس كلها تشرب مية. المية المفروض تشربي 8 كوبايات مية، وهتكلم على فيديو لوحده اللي انت امتى تشربي المية والمية بتعمل ايه في الجسم، وكوباية الصبح قبل ما تنامي، الصبح اول ما تقومي والصبح قبل ما تنامي وبالليل قبل ما تنامي عشان متلخبطة، ماشي؟ هتكلم عليها فيديو عشان يبقى متخصص ليها. محتاجة عشان اعمل ماسك بقى للشوكولاتة، محتاجة كنكة او حلة المونية زي ديت، وغطا سلستين زي ده، وأداة للبشر اللي هي المبشرة بتاعتنا، ماشي؟ والشوكولاتة هفتحها وابشرها. ايه معاكي دلوقتي برضه، ايه اللي ما بيعرفش يبشر يبشر، ماشي؟ بس بالراحة بقى ابشرها عشان انا ايه اجدى واحدة في المبشرة دي بالذات. الشوكولاته لو هتجيبيها وهتعملها لوشك او حلويات، حطيها في دولاب المطبخ او في اوضتك عادي، مش هتعمل نمل ولا اي حاجه. عندك جنبين، ممكن تستخدمي الجنب الرفيع وممكن تستخدمي الجنب الكبير، بس انا هستخدم الجنب الكبير عشان اخلص بسرعه. دي طريقه البشر. حلو الكلام. هاخد معلقة كبيرة كده، معلش هفصل كده اهو، هحطها هنا وتكون رفيعة بالمنظر دوت عشان تسيح معايا بسرعة. هحطها على الكنكة، المية بتغلي، انا كنت مسخنة المية عشان بيسيح دوت مع الوقت، هعلي النار، هيسيح ده مع الوقت وهيدوب، تقدري تفرجيه على بشرتك، ياخد وقت من 10 ل 15 دقيقة تقدري تستخدميه. ده بجد مرطب هايل جدا، هيعجبك جدا بالذات للبشرة شديدة الجفاف. منة الله بنوتة بكلمها برضو على الفيسبوك من المتابعين على اليوتيوب، قالت لي انا بخاف استخدم الماسكات الطبيعية. انا اقول لها على حاجه، هي حره يعني، هي تعمل هي عايزه، انت هتستخدمي الماسكات الطبيعيه انت براحتك، بس انا برجح الماسكات الطبيعيه. وتلاقوني انا كتير بعمل الماسكات الطبيعيه، ليه؟ الماسكات الطبيعيه لو مش هتفيدك مش هتضرك، خلفت تجيبي ماسك، ممكن اجيب ماسك انا للبشره الدهنيه واجي احطه، مثلا مش مكتوب هو للبشره ايه، بس هما عاملين مركبات للبشره الدهنيه، واجي انا احطه الاقيه بوظ لي الدنيا، نشف لي وشي اي حاجه. فانا برجح الماسكات الطبيعيه
دوت كان سؤال منة الله، ومنة الله في مش منة الله، في واحدة تانية طلبت قالت لي انت بتستخدمي الماسكات اللي انت بتعمليها ديت، انا يعني انا هسيح الشوكولاتة دلوقتي هعمل بيها ايه؟ او هعجن ترمس او هعجن ماسك او هعجن اي حاجة هرميها في الزبالة؟ لا، انا بحطها على وشي وبستخدمها. يعني انا دلوقتي محتاجة ان انا عايزة اعمل ماسك، فبدل ما بعمله من ورا الكاميرا انا بجيبه وبتكلم معاكم وبيخرج انا بشتغل بيه، تمام؟ ما بعملش اي حاجه زي الحنه. الحنه انا ما بستخدمهاش، قلت لكم ايه وصفات كده قبل كده برضو، كان في ماسك بتاع الرؤوس السوداء قلت لكم بيضه ومناديل عشان انا مش بستخدمها، يعني انا بينشف لي بشرتي، قلت له الماسك ده حلو جدا للبشره الدهنيه. فهكذا اصلا ما بيبقى في ماسك للبشره الدهنيه ما بقولش عليه، ما بعملهوش قدامكم، اما الحاجه اللي انا بعملها قدامكم انا اللي بعملها. دي حاجة الماسك دوت هيسيح ويبرد شوية لغاية ما تقدري تلمسيه تقدري تحطيه على بشرك. الماسك ده كمان ممكن تحطي عليه لبن، معلقة لبن بودر عشان تعمليه زي نوع من انواع السكراب. ماشي، البشرة جافة جدا ما تقعديش تعملي اللي هي بتبقى عاملة فيها قشر شبه قشر السمك بيبقى طالع كده، ما تقعديش تعملي سكرابات، يعني السكربات بالذات بتهلك البشره، بتشيل الطبقه دي، بتحسي الحته اللي مقشره عندك حساسه جدا، فاتعاملي معاها برفق كده. هسيح وهبدا احط على بشرتي. يا رب الفيديو يعجبكم باذن الله، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا عليه اعجاب واشتراك في صفحتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.